يجيو يلقاو شي حاجه اللي كما قلتي لي واخا بالجبنه غدير لها الصولد. اه كاينين الموديلات مهبط لهم في الثمن ان شاء الله. نقدر كاع نوريهم لك دابا. يلا شوفوا معايا البنات هذا الموديل كيفاش جا من البوس. البنات شوفوا هذا الموديل هذا كيفاش جا، جا غزال هذا. هانتوما لبسنا هذا الصايعين ديال الناس ديال التقسيط دابا رمضان والناس مضروره والعيد ان شاء الله، غير جمع لينا الصولد وخليه لينا الصراحه التقسيط. الله يجازيك بخير. كاينين هاد الله بصحه وسلامه يا ربي ويرفع لنا هذا الوباء. شفتوا الصايه ديالو هكا هما غير كياس. هانتوما الموديل كيفاش جا هذا من البوس، هانتوما كيفاش جات هاد الكسيوه هادي. شفتوا اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كديرين لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكين ورمضان كريم يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. بزاف بزاف ديال الناس تيطلبوا مني، المتابعين تيطلبوا مني بالاخص الناس اللي برا كازا، عافاك فين جات بلاصه الجمله. اليوم جبت لكم بلاصه ديال الجمله ديال الرومي وديال الملابس الاطفال. اليوم انا في المحل ان شاء الله هذا خاص بالجمله البنات للدراري اللي باغيين يبداو مشروع ديالهم ان شاء الله. جبت لكم محل هما تيخيطوا ريوسهم يعني المعمل ديالهم وميم طون تيبيعوا بثمن جد مناسب وموديلات الطوب. راه حنا كنا شفنا في محل ديال المعارف، عندهم محل في المعارف في قصاريه الاميرات سيدي معروف والبرنوسي. قبل نوريكم الطريق للمحل ونبداو على بركه الله ان شاء الله. بالنسبه للعنوان البنات هذه هي قصاريه الطيبه، هي هذه تجي على شكل موبل، الباب ديالها راه موبل يعني تطلعوا مع الدروج دوزيام بروميان دوزيام في تروازيام المحل. غنعاد لكم بالضبط البنات هذا هو الاوطيل اللي في رايب في مارشي سونترال، هو هذا يعني وراه القصاريه. جيتوا من هنايا القصاريه هي هذه، جيتوا على درب عمر هنا كاينه هاد البي ام سي اي وكاينه شنو هي قلتي لي النقابه. شفتوا هذا هو المحل دونك درب عمر بقى من هنا بي ام سي اي فوق منه النقابه ومارشي سونترال لوطيل اللي رايب هو هذا. تطلعوا مع الدروج احسن تروازيام. انا غادي نحاول نطلع لكم مع الناس هابطين ونعت لكم كندخلوا مع الباب كنطلعوا البروميان دوزيام تروازيام. نطلعوا الطبق الاول البنات راه كاين السانسور ولكن انا بغيت نعت لكم الطبق الاول. تطلعوا الطبق الثاني هنا التروازيام هو هذا. انتما الباب لاسانسور كاين هنايا كتدخلوا مع الباب ريدينا اليسار المحل. المحل البنات هو هذا، الرقم ديال الباب 85 هذا هو المحل. حلو طيلة الاسبوع ما عدا يوم الاحد كيحلوا من 9 حتى ل 6 ديال العشيه. وكاين لا ليفغيزون ياك ليفغيزون البنات غادي الارقام اللي مكتوبين في الشاشه تواصلوا معاهم في الواتساب وكيصيفطوا في الكاميو كما قلت لكم. بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا مشروع سواء داخل كازا ولا خارج كازا، الناس اللي داخل كازا غيجيو للمحل غنعدت لكم الطريق، والناس اللي خارج كازا يتواصلوا في هاد الارقام اللي مكتوبين على الشاشه. وغنبداو ان شاء الله على بركه الله كيف ما وعدناكم. اليوم غنشارك معكم محل ديال الجمله. بالنسبه للبنات اللي بغاو التقسيط راه كنت تصورت لكم في المحل اللي في المعارف اللي حدا المارشي ديال المعارف مسجد الاندلس، والمحل الاخر كاين في البرنوصي مسجد الطريق غنصور لكم فيه ان شاء الله في رمضان. والمحل الثالث كاين في قصريه الاميرات سيدي معروف، اللي قريب لشي بلاصه يمشي ليها. وغنخلي لكم لادريس ديال كل محل في صندوق الوصف ان شاء الله، ونبداو ان شاء الله نوريكم الموديلات اللي كاينين اليوم ان شاء الله. السلام عليكم سي سعيد. السلام كي داير؟ لاباس عليك بخير؟ عواشرك مبروكين ورمضان كريم يدخل علينا وعليكم وعلى المتابعين بالخير ان شاء الله. البنات انا تنصور قبل رمضان حيت غنلوح لا فيديو في رمضان، دابا غنقول لكم مبروك عليكم رمضان والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. باش غادي نبداو السي سعيد الموديلات يا كلشي كاين كلشي كاين كلشي كاين ما شاء الله ما شاء الله. كما قلت لكم هما تيخيطوا الروسهم وتيبيعوا الروسهم، داكشي علاش غتلقى واحد الثمن في الجمله انا منين عرفته تصدمت صراحه. ثمن جد جد مناسب اللي بغى يبدا شي مشروع هذه هي الوقيته. موديلات كاينين كسيوات كاين كل بياسه بوحدها تتباع جيلي بوحدو تاخذ صايه بوحدها تاخذ سروال. كاين كسيوات بحال ما هكا هاد الموديلات هادو يعني كاين الجديد ودائما الجديد. ملي غنبدا لكم ما عرفتش ملي غنبدا لكم، للاسف هنا ما كاينش الدراري غير البنات. لا غير البنات ما غديرش لنا في العيد الاولاد شي لقطات ديال الاولاد، ولكن غير السروال والشوميزه غيكونوا من هنا لواحد 10 ايام ان شاء الله. ان شاء الله حيت في لا فيديو الاول فينا هما الاولاد واللي ما عندهمش الاولاد واش ما يلبسوش واللي ما عندهمش الدراري ما ديروش ليهم صولد. نبداو ان شاء الله بالبيسات
كاينين لبسات بحال هكا الاثمنه ما غاديش نذكرهم لاننا تنهضروا على الثمن ديال الجمله، ما يمكنش نذكروا ثمن الجمله باش ما نطيحوا السوق على حتى شي واحد. واللي بغى بالتقسيط كيف ما قلت لكم المحلات اللي غادي يمشي ليهم بالتقسيط. كيفاش كنتقضوا بالجمله بعدا نشرحوا للناس سي سعيد نشرحوا السيري كثر حيت انا ما فهمتش عاد فهمت غير حتى الناس يفهموا. السيري كاين كاين السيري اللي كيكون فيه 10، كاين السيري اللي كيكون فيه 8 البياسات، كاين السيري اللي كيكون فيه 6 البياسات، كاين السيري اللي كتكون فيه عامين 4 6 8 10 12 مثلا بحال هذا الموديل هذا. هذا الموديل هذا ياك عبد الله هذا فيه 6 في السيري ياك 6 في السيري هذا كيمشي بعامين 4 6 8 10 12 باللي طاي هما السيري البنات كيبدا من الطاي الصغير حتى الطاي الكبير. كاين الموديل هو اللي ملبوس في المانكا ياك هو هذا تيجي اصلا هذا العام شفت الكسيوات كلهم دايرين بحال شكل هكا هاد لي غوب بحال هكا هاد الموديل. شوفوا ديك البابيون كنا شفنا شي موديلات في المحلات المعارف هادو موديلات جداد هادو موديلات جداد شفتوا هانتوما تيمشي سيري يعني من الطاي صغير حتى الطاي كبير كل موديل والطاي شنو فيه دائما نحسبوا واحد جوج أربعة خمسة فيها هذه فيها حتى هي يعني هادو أربعة عاد الشبكه القاصحه عاد الفر عاد الثوب الخيط الثوب الخيط عاد الثوب تاع الخيط خدمه مزيانه هذه كنخدموا في معامل ديكسبور كنخدموا في معامل ديكسبور يعني هذه سلعه ديالنا وكنخدموها حنا الاغلبيه الناس كيشوفوها كيتسحبوها ديال تركيا أيه. ولكن هذه سلعه هذه ديال البلاد ديال البلاد وانا افتخر زوينه فنه وشي حاجه نقيه لا فينيسيو طوب والدوبلور يعني لبسات هكا لا حاجه زوينه حاجه زوينه لا لا صراحه البنات سلعه نقيه كاينين هادو حتى هما حتى هو تيمشي سيري هم انتم اصلا تتكونوا هكا حازمينو محزوم ديجا بحال هكا اييه هذا في هذا كيبدا من 8 سنين ل 16 سنه وعندنا سيري صغير كيبدا من 7 سنين من عامين ل 7 سنين أيه. كيختلف الثمن ما بين السيري الكبير والسيري الصغير صغير دابا هذا كيمشي فيه 6 في السيري اييه التلوينه ديال هذا كتشبه التلوينه ديال هذا يعني هذا باج وهذا سومو وفيه الشيبي تيجي هكا بحال لي غوب البنات شتو شي حاجه شي حاجه كتبين شي حاجه نقيه اييه حتى الاعياد الميلاد زوينين هادو المناسبات العيد ان شاء الله هادو ديال الصغار ديال البنيات الصغار ديال الرضع نشوف لكم هكا اربعه ديال الالوان مثلا هالويين 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 شي حاجه زوينه بزاف شي حاجه زوينه بزاف انتم شفتوا سيوات هادشي ديال الرضع حتى هو مرمضوبين من 6 شهور ل 3 سنين 3 سنين تيمشي سيري اييه 6 في السيري 6 شهور 9 شهور عام عام ونص عامين 3 سنين اييه وشي حاجه زوينه بزاف شي حاجه زوينه بزاف ما عرفتش كاين موديلات بزاف نشوفوا عندنا مثلا بحال هاد الجواكيطات بحال هادي بحال كاب كتلح من الفوق أيه كتجي زوينه هكا نقدر نوريك مثلا مع نسقوها هذا هو كسيوه زوين ما نحتاجش نوصفوا حيت ديجا واقيلا وصلنا في ملي كنا دوزناها شي حاجه زوينه بزاف شي حاجه كلاس شي حاجه كلاس شي حاجه كتبان كما تنقولوا شي حاجه مستورده والحمد لله راه مخدومه في البلاد ما شاء الله تبارك مثلاً الرحمن مثلا هذه كتمشي معها تمشي مع داك تمشي معها مثلا ملي كيبرد الحال في العشيه ممكن تروحها بحال هكا سي وقت تجسرونا هذا وهادي تلبس معك مع بزاف كاينه صايه كاينه كاين هاد الصايه تعجبوني هادو حتى هما جداد بانوا ليا هادو مع الجاكيت ديالهم هادو سبق لينا هضرنا عليهم في الفيديو الاول شي حاجه زوينه باقيين خدامين ديما كنخدموا فيهم ولكن ما كناش درناهم بهذا الكارو كنا درناهم بالتول بالتول هذا كاين باقي عندنا هذاك الموديل سالا ولكن عاود طلبوه لينا الناس بهذا المنظر هذا لا زوينه الصايه اصلا الشكل ديالها بالنسبه للعيد شي حاجه زوينه وبالنسبه حتى ملي اقترحت عليه قلت لي واش يمكن يجيو الامهات يتقداو قال لي ما يمكنش غير مثلا شي بنات بغاو يبداو تجيبي سيرو تفرقوه بجوج انت تاخدي مثلا طاي صغير طاي كبر منه هذا سيري فرقوه ملي غيجيو عندنا حنا نوضحوا لهم ان شاء الله باذن الله كاين هذا الموديل هو ملبوس نوريه لكم شفتوا هو ملبوس هو وعجبني هذا حتى هو الشكل ديالو هنا في هاد الشبيكه وهنايا فحال داك اش كنقولوا لي كريب هاد السكاي هنايا اييه كتجي بحال هكا وتا هي فيها كتمشي سيري وفيها من الطايات نقولوا الطايات من هادي كتمشي من 4 ياك 4 14 من 4 حتى ل 14 العام من 4 حتى ل 14 العام كاين بزاف بزاف الموديلات كاينين كسيوات كاينين شوفوا كاينه هادي شوفوها ها هما نجي عند جوج الالوان
فيها الكحل وفيها هذا اللون هذا وفيها الموف. فيها الكحل وموف شي حاجه زوينه بزاف. عرفتي شنو كنبغي نقول لك؟ الثمن. كنقول لي الثمن اوتوماتيك. كنبغي نقول لك لي الثمن. شتو كاينين حتى هادو؟ شتو حتى هما زوينين. هاد لي غوب هاد الكحلين هادو حتى هما عجبني هاد الشكل هذا. وريهم لينا. هادوك بالكاب. هادو بالكاب تيجيو هكا كسيوات بهاد سميتو. شتو وفيهم الالوان، فيهم الاحمر، فيهم الكحل، يعني شي حاجه زوينه. البنات اللي تيطلبوني على الجمله، بدايه مشروع صغير ان شاء الله بهاد المناسبه ديال العيد ان شاء الله، يعني نتقداو قبل ان شاء الله الزحام وقبل ما تبقاش السلعه. بعض المرات كتجي اللي لقيتي تتشريه وما تتلقاش فاش تختار. هانتوما البنات راه عندك متابعين ترجال. ياك هضري مع الرجال. كنهضر مع كلشي، كنهضر مع كلشي، كنهضر مع المتابعات والمتابعين، كلشي كلشي ان شاء الله غادي يستافد معانا. حيت كنت وعدتكم غنشارك معكم المحل الجمله ديال اسم المحل كنا ليليست. ليليست ليليست كاين هاد الموديل هذا حتى هو هكا. شوفوا الموف هاد الفيولي هذا خطير غزال هذا. غنعاودو نذكروا المتابعين هاد الشيء راه كاين في المحلات ديال التقسيط. انا غنخلي لكم العناوين تنصور لكم ان شاء الله المره الجايه يا في سيدي معروف يا في البرنوسي ان شاء الله. هانتوما شوفوا معايا الموديلات. شوفوا هادو، هادو بخيط. نشوف هاد الموديل هذا، هذا كونسون. شوف هاد الموديل هذا كيفاش داير، عجبني حيت هذا خيط. هذا الجيبه ديالو هي الصايه هكا. اييه ميزان بلوبا. شو نقوي جا هكا بهذا البابيون هكا. وهذا الموديل لبسه نقيه زوينه فيها الكري، ما فيهاش حاجه قليله. هذه ما بقاش فيها بزاف، ما فيهاش حاجه قليله. كاين هاد الموديلات هكا كتمشي الصايه بحال هكا وقويميجات. كاين موديلات انا غنحاول نمشي لكم يعني تشوفوا كل شيء. حتى اللي بغى شي حاجه ويدير سكرين يتواصل مع الدراري في الواتساب يوريوه الموديلات اللي بغاو. هانتوما هادي حتى هي زوينه، هادي زوينه دو بياس حتى هي. البولور ديالها عندها حساب ديالها، غادي يدخلوا لي كولور ديالها سالات من هادي. والله هكا راها مضوبله. شفتوا؟ لا لا ما تحتاجش شي حاجه. شفتوا خدمه كاليتي مزيان وديما. بالنسبه للناس اللي مشاو خداو من المحل اللي كنا صورنا فيه في المعرف راه كتبوا لنا في التعاليق كلشي، شكرنا الصراحه على داك لا فيديو. شفتوا كاين ابتداء من عامين ياك؟ ابتداء من عامين. من عندنا من قل من 6 شهور، كاينه من 6 شهور كاينين هكا هادو حتى هما. هانتوما شوفوا كتمشي هكا. عطيني كساوة البوليرو. شفتوا؟ كتجي هكا كسيوة بدك تبارك الله. باش كتجي داك في هذاك الفوليم من فوق. من فوق وكتجي زوينة في اللباس ديالها. والكلوش المهم حنا ما كنتقرزوش في الدور، كنعطول حاجة حقة. يعني ما كنتقرموش. لا والو ما كاينش التقريب. شفتوا هذا الطونطيل هذا ودائما مضوبلين، يعني شي حاجة نقية. لبسات زوينين. بوليرو. ملي كيبرد الحال العشية راه كتلوحوا. أييه. النهار مثلا المهم شي حاجة زوينة بزاف. والثواب ديال الاكسبور شي حاجة زوينة، خدمة في معامل الاكسبور. حاجة زوينة بزاف، ما حتاش من الكليان ملي غادي يجي غادي يشوف إن شاء الله. إن شاء الله. والجديد راه يوميا جديد. كاين هذا الموديل هذا فيه جوج الألوان حتى هو. حتى هو زوين بزاف، يمكن ليها تلبسوا مثلا البنية بوحدو. بوحدو في الصيف ملي يكون سخون الحال. أي. الكولور ديالو صيفيين. فأنت مثلا فيها التول، فيها هاد الريضة هادي، هاد الشبيكة هادي. دوك ال. كنقولوا لها الريضة، كاين هاد التول هذا الغليظ، كاين هادي كتجي كسيوة زوينة مع سميدة ديال الصباح. كتجي كتجي داك الظهر داك الدوفالورانية طويلة على القد ديالها. طويلة ومعها البوليرو ديالو ملي كيبرد الحال، بنادم كيتمشى حدا البحر وكيكون بارد عليه الحال شي شوية، كيزيد عليه هاد البوليرو هذا. كتجي لي ديالها. البوليرو هذا راه عنده عريض من هنا، فيه جوج الألوان، فيه هاد اللون وفيه الزرق ديالو. شي حاجة زوينة بزاف، شي حاجة زوينة بزاف. بهاد البيرلاج ولا هاد العقيق هنايا. هاد البيرلا هي. شي حاجة زوينة زوينة بزاف. شوف معايا هادشي شحال صغير، هادشي شحال زويون هادشي الصغيور. كاين هادي فيها جوج دلوان واعرة بزاف، هذا غير كاب كيتلاح من الفوق. ديك الشبيكة هكا. شي حاجة شي حاجة زوينة بزاف، مثلا نمشيو لهاد التول هذا، واحد جوج ثلاثة أربعة باش يعطي داك خمسة باش الفوليم. صح باش طيب. وديما ديما من التحت شي حاجة زوينة. خيط خيط خيط. ما تلقايش شي حاجة دنيلور، حاجة زوينة بزاف.
وهذا كاب كيتلح من الفوق كيجي زوين مع لي مانكاس صراحه الله ما ملبوسينش هاد الموديلات، ثم نوريكم الموديل كيفاش كيجي ان شاء الله. وكنظن حنا راه كنتعاملوا دابا حاليا مع الناس اللي حريفيه كيفهموا في السلعه كيتفهموا ان شاء الله. اي يعني وشريك يكون ديجا فيهم حتى اللون هذا غير وريك كاين فيها جوج الالوان شي حاجه زوينه بزاف يعني تقدا السلعه وعينك مغمضين على حساب العثمانيات. اقسم بالله كاليتي شي حاجه مزيانه. وحلف كاع حلفت بالله كاع بيتصور. نشوفوا هذا الموديل حتى هو عجبني. راحيت بزاف باش نوريكم هذا الشيء، راه خاصنا فيديو فيه ساعتين ولا اكثر. شوفوا هذا حتى هو جاب البروكار هذا. البروكار شي حاجه كواليتي ديال شوفوا معايا في هاد الشبيكه هكا هنايا هاد الخيط ديما الخيط اييه حتى هو بداك الجيلي ديالو. هاد الشيء كله غنلقاوه البنات في المحلات ديال التقسيط البرنوصي طارق مجد الطارق سيدي معروف قيصريه الاميرات والمعارف حدا المارشي ديال المعارف مسجد الاندلس وهذا العنوان. شفتوا نزيدو نشوفو موديلات اخرين مثلا هذا نشوفو كاين هذا ها هو زوين بلافيز ديالو لافيز ديالو بالفيز ديالو فيست بحال خيط توبرطاب توبرطاب والموديل بالسنيسلات بهذا المنظر بحال داك الجاكيطات اللي كيلبسو البنات الكبار. واضح واضح يعني كنحاولوا موديلات اللي لاعبين في الكبير كنحطوهم في الصغير وفي نفس الوقت هما موديل. انا تنحاول البنات المتابعين نوريكم الموديلات باش ديروا سكرين بالنسبه للناس اللي خارج كازا مثلا. عطينا موديلات اخرين هذاك الموديل ديال موزونه حتى هو بالسكاي حتى هو شكل زوين يكون مطلوب ان شاء الله في العيد ان شاء الله باذن الله. الله يبلغنا رمضان والعيد ان شاء الله بصحه وسلامه يا ربي ويرفع لنا هذا الوباء. بصاية ديالو هكا هما غير كياس ولكن ممكن يكون عند مثلا المراه واحد بودي من تحت لبسوها بودي من تحت صراحه بالنسبه للثوب ما لقيناش الثوب كاليتي اللي غادي نديرو فيه اضطرينا نخلوه نبيعو بوحدو وما نديروش داك الثوب نيلون اللي غادي يحب يديرو يعني هادو مدوبلين هكا. لا لا شي حاجه زوينه شي حاجه زوينه بزاف لا لا فينيسيو زوين صراحه. شوفوا شي حاجه زوينه حتى لهاد السكاي داك اللي ما تيتحب اللي ما تيتقشرش وتا هنا دايرين ليه الدوبلور ديالو خيط برافو مزيان. كاين حتى هاد الكسيوات هادو عجبوني شفتهم ملبوسين انا غنوريها لكم ان شاء الله ملبوسه هادو اييه كسيوه اييه شوميز على شكل غوب هادي فيها من 8 سنين ل 16 عام يعني هذوك البنات اللي كيبغيو يلبسوا شي حاجه شويه طويله وخيط وخيط والشكل ديالها زوين كسيوه وفيها هاد اللون هذا وكاين حتى هاد اللون. غنوري لكم كيفاش انا عجبتني في الدخله بانت ليا ملبوسه عجبتني وركزت عليها ولا الخدمه ديالها ولا وهذه جات 3 كار لا ياك 3 كار الكوم ديالها يعني نص كوم تجي تحت الكود ديالنا اليد. هانتوما كيفاش جات ملبوسه ما شاء الله. هذه طي 10 سنين هذه 10 سنين شفتوا هذه كسيوه هانتوما كيما دابا مع سبادري مع دي زيسبا ولا بالغينات شفتوا 3 كار كيفاش تجي هكا. كاين هاد اللبسه حتى هي تتمشي 3 بياس هادياك هادي تمشي 3 بياس كتمشي بالبودي والصايه وداك الجيلي ديالها. هادي حتى هي هادي كتمشي كل بياسه بوحده بغيتي قميجه بغيتي صايه تالايبات حتى هما راه عندهم تالايبات كاينين. شوفوا معايا هاد الكسيوه هادي حتى هي الشكل ديالها هكا بالجيلي تجي هكا هذا بوليرو زوين صومونش كسيوه وبالجيلي ديالها ديما 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 الطبقات ديما الطبقات ديما ما كاينش ما كاينش ديما الطبقات. نشوفوا هذا وشنو هما هذا اونصومبل حتى هو بديك الصايه كلوش صايه كلوش شوفوا كيفاش تجي كيجي رائع في البيت ديالو شفتوا كتجي كلوش هكا دايره حتى الثوب ديالها زوين وكتجيب ديك الجاكيطه بغيتوها ياك هكا كيمشي اونصومبل مع الجاكيطه هذا كيمشي اونصومبل كيمشي اونصومبل ديال هذا الموديل هذا بالنسبه لهذا الموديل ديجا هضرنا عليه انا نشوف اييه هانتوما الموديل كيفاش هذا ملبوس شفتوا ها هو وهذا اللي وريناكم دابا ها هو ملبوس كيفاش تيجي ملبوس شفتوا حاول تبين مزيان ها هو حيت الحاجه ملي تتلبس عاد تتبان بغيتي الله يبارا عندهم ما بغيتيش كيبقى لك انت الاختيار. كاينين حتى هادو تاع البروكار حتى هما تيجيو هادو دو بياس تيجي الجيلي بكسيوه صومونش ما فيهاش الكميمات هكا عيد عيد ميلاد مناسبات مناسبات مدرسات هي حساب وحده ممكن تلوح عليها البوليرو البنيه مثلا بحال هكا ممكن
حاجه زوينه. فيهم اللوان، فيهم السومو، فيهم هاد القصبي، وفيهم هاد الاصفر هذا دوغي. فيها بعض اللوان كاع، واحد اللون اخر مازال ما باينش. شوف هاد اللبس هادي عجبني، هاد الثوب هذا. هذيك زوينه ولكن ما بقاتش. ما بقاتش. كانت من العام اللي فات. فيها البيض وفي اللوينات فيها زوينين. كاين هاد الشكل هذا حتى هو تيمشي هكا. ديما كنمشيو. تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظك. واللوينات فيها الموف، فيها السومو هذا. هادي راها حتى هي تقريبا. هادو حتى هما كيجيو هادو شكلهم عاوتاني بوحدو هادو. صح. شوفوا هادو. ويعرفوهم البيع عشرية مزيانة الثوب. دابا حنا تنهضروا مع البيعة والشراية. كنهضروا مع البيعة. ولكن جبد لينا شوفوا هادي الشكل ديالها كيفاش داير. جبد لي نتوما كيفاش جات هاد الكسيوة هادي، شفتوا؟ هنايا عند الصدر فيها، هادي غير طايات صغار يمكن عامين عامي ياك. أكبر طايات 3 سنين. 3 سنين يلاه كنبغي نقول لك الثمن، قول لي الثمن. كاينين كسيوات هكا. نشوفوه، البيض هو يكون مطلوب على حساب الأعياد الميلاد، على حساب تيخكوا. شوفوا معايا. بيسات كلهم زوينين، باش نوريكم كلشي إن شاء الله. كاينين حتى قويم جات حتى هما. وزوينة بزاف. كسيوة مع صبيبات مع بالغينة. شوف. بالجيلي ديالها. هادي دايرين فيها الصوند، هادي ثمنها مناسب هادي. ولكن الثمن المناسب غادي يبقى للكليان. للكليان وخلينا حتى حنايا الصوند للتقسيط. صافي. نبقى نوجد لهم مرة. يلا وجد لينا البنات استعدوا، غادي يوجدوا لينا الصوند للمحلات ديال التقسيط إن شاء الله. دابا شو وقع للناس في الصوند الأول؟ إيه. هو بيع وشرايا هما اللي جاو داو السلعة. ياك. أنا تفاجأت بحكم الدراري اللي خدامين معايا، جيت لقيت الناس جاو كل دا 200 كاين اللي دا 100 كاين اللي شفتوها غير بيع وشرايا. ياك حيت الناس قالوا ما لقيناش ديال 50 درهم. أنا الصراحة لا، اللي فات 5 بياسات 10 راه بيع وشرايا هذاك. وداو 100 200 جمعوها تقريبا، وواحد العدد كثير ديال الكليان. وحيت سي سعيد أول مرة يخدم بالإشهار ما كانش عارف. وواحد كان عطاه من المتابعين ديالك. على المشكل ديال التليفون وليفريزون والخدامه كثر عليهم الضغط، تكرفصنا بزاف. ولكن هذه المره الجايه غندير واحد حيت هو ما كانش متوقع، ما كانش متوقع ذاك الهجوم. انا قلت لك غيكون هجوم لان الجوده والثمن جد مناسب، وانا القناه ديالي الناس اللي متابعيني المتابعين ديالي عارفين عليا الهوتات، قلتها ليه. ولكن المره الجايه ان شاء الله غدير لنا شي صولد زوين وما غنبيعوش. المهم هذا وعد منك السي سعيد، ما غتبيعوش لنا الجماله. تقول غادي يجي ان شاء الله غير اللباس غيكون. ويجي الجمال ياخذ من هنايا نيشان، هذاك الشيء علاش ورينا حنا المحل الجمله، راه تقريبا نفس الثمن البنات والمتابعين. نشوفوا نكملوا الفيديو. سيوا بالبوليرو تاهي زوينه، فيها جوج الالوان رائعه، فيها الكحل وفيها البيض. النواغ ديالها تيمشي بهذا الثوب هكا مسلين. فيه دابا الكليان غادي يجي يشوفها غيتفاجئ، قدر ما تبانش لك كاع مزيان. لا في التصوير ما تيعطيش الحق للحاجه، تتبان لكم واو ولكن راه هي اكثر من واو صراحه. لا فينيسيو ولا راه الناس اللي تقداو من محلات المعارف راه غادي يقولوا لنا في التعليق كي جاتهم السلعه، ماشي الناس اللي تقلقوا على ما لقاوش الصولد. انتوما سمعتوا المشكل ديال الصولد. كنعتذر منهم والله، كنعتذر منهم صراحه. الله يعني الجماله اللي كيعاودوا البيع هما اللي جاو جمعوا داك الشيء. وكل كياخذ لهم كتاب لي. داك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي كاين، ولكن انا كون كنت حاضر ما نخليهمش. ما تخليهمش، ولكن مره اخرى ان شاء الله المره الجايه غادي نديروا الناس اللباس. انا درت هذاك العرض درته للناس اللي بغا يشري الكسي وليداتو، باش نعرفو حتى بالمحل، نعرفو حتى بالمحل. هذا هو المقصود عندي. يعني. ندوزو دابا ان شاء الله القويم جات ياك، باقي الكسيوات. كساوي مهم. راه ما شاء الله تبارك الرحمن، زعما ما شاء الله. شي حاجة زوينة، هادو كيتباعو بوحدهم وهادو كيتباعو بالبوليرو ديالهم. كاينين اللي بلا بوليرو كاين اللي بالبوليرو. وهادو كيتباعو بوحدهم بلا بوليرو. وغادي يجيو يلقاو شي حاجه اللي كما قلتي لي واخا بالجمله غدير لها الصولد. كاينين الموديلات مهبط لهم في الثمن ان شاء الله. نقدر كاع نوريهم لك دابا. يلا نشوفوهم باش نشجعوهم. مثلا بحال هذا الموديل هذا، ها هو السيري ديالو. نشوفو من الكاب كيفاش الموديل. موديل زوين، زوين بزاف زوين. شو دابا هذه طاير 12 سنه كيديرها. طاير 10 سنين هذه، كيمشي من عام ونص ل 10 سنين. ولي طاي، لي طاي وافين، ماشي لي طاي فيها 10 وما تلبس لستة. لي طاي هانتي توب بليسي زوين، توب ديال الاكسبور، خدمة رائعة بزاف. هادوك 50 درهم كنت أنا خديت منهم البنات ختي، ما شاء الله فنين فنين. هذاك الشيء والله العظيم كاينة شي حاجة اللي كنبيعوها تماك 110 جملة 120 جملة 130 جملة،
درنا لها يعني تساعدنا ماكليون هذاك الشيء اللي كاين باش نعرفوا بالمحل. هذه شفناها زوينه بزاف، عيد 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 ميلاد مناسبة عرسية كل شيء لبس. انت جيت هي الدوفالورانية طول على القدامية بداك موزونة بزاف، والموزونة راه ديما على مود، الموزونة راه باقا باقا هي اللي مكلاسية حاليا الرقم واحد. لا كل دايرة طوندونس في هاد صح صح كاين هاد اللون هذا والجيلي تا هو، شوفوا الجيلي ديالها تا هو ملبس، ولا كنقول لكم هكا ملبس لا فينيسيو ولا لا فينيسيو فن صراحة. وفيها اللوان كتجي هكا، فيها جوج الوان، فيها هذا اللون هذا هذا الاورانج، وفيه هذا القصبي هذا ولا الفيغ او، هادو حتى هما فيهم لي طايات صغار الكبار من عامين ل 12 سنه، من عامين ل 12 عام. ودائما الثمن ديال الجمله راه ثمن مناسب كما قال لكم موديلات غتلقاوهم سولد وخاف في الجمله، وخلينا شويه انا كنوصك على المتابعين ديال الناس ديال التقسيط دابا رمضان والناس مضروره والعيد ان شاء الله، غير جمع علينا الصرد وخليه لينا الصراحه التقسيط. الله يجازيك بخير. كاينين هادو كوميجات هادو تلخيط بهذا الموديل هكا تيجيو. كاينه شي وحده ملبوسه نشوفوها، عطيني شي وحده ملبوسه في هذه. كاينه كاينه ها هي، ها هي واحد الموديل ملبوس هنا، تا هو ديما موديل واحد غير التوب، ولكن هو اللي دابا خدام بزاف، يتلبس مع الصايو ويتلبس مع البونطال البونطالون السروال. جيبات راه طوندونس جيبات دابا حاليا، جيبات سكاي هما الرقم واحد. شوفوا اللوينات اللي في القويم جات هادو كلهم خيط، هادو على خيط على التوب ديال سبور، كل توب كيختلف بين توب وتوب كيختلف، ولكن هذا ساتان واحد ساتان رطب فيه الخيط، كاليتي كاليتي بزاف. ما تشوفوش بحال ما كعريض سنتر كبير عليه. كاين هادي مع الجينات مع السلم، المهم شي حاجه زوينه بزاف. هادو هما اللي خدامين دابا حاليا، خدامين عندنا بزاف. كاين هادي حتى هي سبق لكم شفتوها في المحل ديال التسقيط، ولكن راه شي حاجه زوينه بزاف، زوينات. وهذا الشيء راه عندهم السراول ديالهم، كاين السراول الجينات اللي كيمشيو مع هذا الشيء، يعني غتاخذوا اللبسات مقادين. هادو حتى هما السي سعيد جدادين، هادو هادو اصلا دابا خارجين في الطوندونس، هاد التوب هذا في الفولار في اللبسات الكبار، حتى في البنيتات راه داروا لهم هكا هاد القويمجات هكا. شتو كيفاش تجي موسلين هكا في هاد الالوان، مازال كاينين الوان اخرين، مازال كاينين اللون المارون كامل سومو، هاد المرتديله فونسي كاينين. هاد الشيء تقدري تلقاي حتى السراول ديالو، حتى هما كاينين حتى السراول حتى هما بالجمله. شوفوا هاد اللون هذا في القويمجات، باقي لوينات اخرين. الفرق اللي كيبقى ما بين هادي وهادي، هادي دابا اللي كنهضروا عليها كول 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 ديال القميجه، هادي كول اوفيسي كول داير، عادي هادي كول قميجه وهادي كول داير، ولكن راه شي حاجه زوينه بزاف من السيتو. التوب زوين، التوب خيط، التوب خيط بزاف، واغلبيه كنخدموا التواب بالاكسبور. فيهم حتى النواغ هاد القوميجات هادو، فيهم لوينات تقريبا فيها واحد، فيها بزاف ديال اللوان، فيها بزاف ديال اللوان. شتي هادو دير لك شي بودي سميطات في النواغ، واو هادو كيجيو واعرين في اللبس. كاين لوينات اخرين، كاين حتى السروال، يعني هاد القويمجات اللي شفتو كاملين راه عندهم السراول ديالهم. صراحه لا السراول غادي 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 يعانوا منهم شي شويه، ما كاينينش بزاف، ولكن السروال دابا اش كيوقع لنا اللي خيطناه وسوجدناه كيتباع بالحق. الكليان ديالنا اون فوا غيبدا يخدم معنا راه غادي يبدا يعرفنا ان شاء الله. ان شاء الله هاد السروال هذا راه كنوجدو تقريبا في 8 الالوان بحكم العواشر دابا ان شاء الله مشات لينا، ولكن باقي الخير ان شاء الله. ان شاء الله على طول العام داكشي اللي حنا سبقنا ان شاء الله، سبقت لكم قبل رمضان انا صورت، وغيتلاح ان شاء الله في الاول تاع رمضان باش الناس البياعه والشرايه يعرفوا المحل. يلا هي الا ما كانت شي حاجه توجدوها لهم من العيد ان شاء الله. موجود الخير، موجود الخير، موجود الخير. انتما تيمشي من طاي صغير، من طاي صغير لطاي كبير. مثلا هذا نمشيو غير مثلا هاد الشميزه خضراء مع هاد النويش، عرفت كيف كتجي؟ واعر. ها هي شوف دابا فيها شي لعبه بالغوص، حتى هذوك الالوان حتى هما خطيرين اللي لتحت، كنا شفناهم في الفيديو الاخر. هادو يجي مع اي لون، اي لون هذا شي حاجه، اي لون يجي معاه. ها انتم يجي مع هذا مثلا، يجي مع السومو، كنت بنت لي وحده سومو، هاد يجي مع السومو. يعني انتم تجيو هادي تناسقوا بالنسبه صح للناس اللي تاخذ بالجمله تناسق. كاين حتى السروال ديال سكاي، كاين حتى الصايا سكاي، كاين بزاف بزاف، يعني عندكم فاش تختاروا فاش تعزلوا. المهم موجود الخير، الخير موجود الحمد لله، موجود الخير. مثلا بحال هذا اونسومبل نشوفوه، هذا دو بياس، هذا شي حاجه هذا البحر في الاخر ملي ان شاء الله ملي نتجوزوا هذا ان شاء الله المحنه هذه ان شاء الله، يا ربي يا ربي ترفع لنا الوباء. ماشي حتى على البحر السي سعيد، هذه هي البيته زوينه العيد ان شاء الله. في الصيف وصافي، كتفكرك في الصيف. شو تبارك الله فن، هذه غزاله
تجي البيسا كلاس. لا لا انا بزاف كتجي البيسا ثلاثه ديال الالوان كتجي البيسا كلاس، وهادي غيكون ثمنها جد مناسب عرفتي عرفتي شنو ما كرهتش نقول لكم البنات الثمن مي الغالب الله كاين فيهم الازرق فيهم هذاك الزرق ديالهم حتى هما فيهم الخضر هذا فيهم الخضر وفيهم الزرق وفيهم هاد اللوين هادو موديل زوين وما بقاش عندنا فيه بزاف قتل فيه شي حاجه قليله وكاين هادوك حتى هما بالنسبه لهاد الشوميزه ديال سكاي هادي حتى هما تيمشيو يمشيو مع سروال سكاي تمشي مع صايا سكاي تمشي مع كلشي وديما ديما كتبقى زوينه الكليان ديالنا ملي غادي يعرف المحل القديم الجديد عندك ان شاء الله ان شاء الله ديما الجديد ما شاء الله راه باقي باقي بزاف ما يتشاف كاينين كتيوات هكا كاينين قويميجات هادي حتى هي البيسه هادي طروه قياس هذيك لافيست والشوميز اللي شفنا زدتو فيها نشوفوها عن قرب هادي شوفوها عن قرب فيها طروه قياس تجي البيسه اللي شفنا في الاول بغيتي تاخديها غير هكا دو بيس الا بغاوها دو بيس ممكن دو بيس تمشي هكا دو بيس هكا. ممكن بحال هكا دو بيس ممكن تمشي هكا دو بيس حيدو لافيست ماشي مشكل بعد لا بغيتي مع لافيست ديالها ولا الجيلي ديالها لا لافيست انتما كتجي ملبسه هكا حتى هي فيها سكاي بزاف ما يتشاف كاينه حتى الصايا كلوش حتى هي سكاي هذه حتى هي جديده هذه حتى هي هكا كتجي سكاي جديده هذه راه شي حاجه خدامه بزاف خدامه بزاف خدامين هذه خدامه عطيني عطيني شي ميز هذيك ما بقاتش عندنا هذيك ديال الفراش كاين هادو كاين هادو يا بليتي دابا حتى هو دارج على الموضه دابا هادو حاليا ماش كيتلبسوا مع سبادري تي شورت دابا الاغلبيه تي شورت تي شورت كنوجدوا فيه غنخدموا غيكونوا ان شاء الله ان شاء الله حتى هما مكتوب من الخيط اييه وفيهم الالوان هذا اللون اللي متوفر دابا غير محطوط الفوق راه فيها لوينات فيها الكحل فيها الغوز بان ليا فيها بزاف الالوان ولكن دابا حاليا اللي متوفر الخضر بزاف هاد المهم الغوز الصفار راه فيها اللون بزاف شي حاجه زوينه سومو كاين فيها هذا نتوما شتو الالوان اللي فيها كاينين اللوينات وتناسقوهم كي غادي يخدموا بيلات ان شاء الله موجود الخير موجود الخير موجود الخير شو تبارك الله ما شاء الله السلعه موجوده موجوده السلعه كلها عندنا في الديبو مازال وريتكم منين غادي تقداو الجمله البنات اللي تيطلبوني على الجمله ولا المتابعين كاملين هادو حتى هما تيمشيو هكا شي حاجه زوينه ومن التحت مضوبلين هكا وتقدروا تناسقوهم مع هاد الجاكيطات هادو ديال الكوير مثلا هاد كاين هادو كاين هاد الشكل هذا كاين حتى هادو ها هما يعني كاين فاش تختار بنات شوفوا هذا الموديل هذا كيفاش جا جا غزال هذا هانتوما لبسنا هاد الصايا هاد الموديل الجديد هكا لبسناه مع هاد القويميجه هادي شفتوا كيفاش جا القويميجه ديما كتبقى تجي مع جميع الجوبات اي تجي مع سروال تجي مع جيب مع كلشي تجي مع سروال تجي مع جيب كتعقد هذيك راه كتعقد عندها الاخته ديالها اللي بغى يحزمها تيحزمها بنادم مخير اييه بغى يقدر بحال ما كان يقدر كيبقى لهم هما الاختيار غير يجيو يناسقوا ان شاء الله اللوينات وشوفوا هذا الموديل حتى هو لبسناه كيفاش جا هذا حتى هو خصو غير شي بودي هكا شفتوا المهم البنات الفيديو اليوم سالا المحل هو هذا ما شاء الله كيف ما خليت لكم النعت في الاول الفيديو الارقام اللي مكتوبه في الشاشه هما باش تواصلوا الحساب لا ليفريزون وحساب مثلا حتى الناس اللي ما عرفوش النعت يتواصلوا معكم باش تنعتوا لهم اكثر اللي ما عرفش فين يجي الناس اللي خارج كازا غير تواصلوا مع الدراري غادي يصيفطوا لكم ان شاء الله الامانه ديالكم تتصيفطوا في الكاميو كاميون في الكاميون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وبسلامه عليكم تنتلاقاو ان شاء الله في المحلات ديال التقسيط سلامه